أهلا بيكم يا برج السرطان، هنعمل مع بعض دلوقتي الطاقة العاطفية حتى نهاية شهر سبتمبر. يعني الطاقة دي ممتدة من وقت ما انت سمعتها لحد نهاية شهر سبتمبر. هنشوف طاقتك وطاقة الشريك والطاقة المشتركة ما بينكم. هناخد لكم كمان نصائح من الملائكة تفيد العلاقة، فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. طبعا كلكم عارفين، واللي مش عارفين برضو انا بذكرهم ان القراءة دي تنفع لبرج السرطان، شمسي قمري صاعد، وكمان فينوس الزهرة. فاللي منكم فينوس قمري او صاعد سرطان برضو القراءة دي تنفع لي. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله يا برج السرطان. برج السرطان، بشوف برج السرطان تعرض للخيانة، أو عدد محترم منكم تعرض للخيانة واكتشف خيانة توأم روحه أو الشخص اللي هو بيعشقه. يعني انتوا يعني حاسين ان انتوا اتخنتوا أو اتغدر بيكم من شخص انتوا بتعشقوه. يعني ف حاسين ان انتوا ضحية خيانة، او ضحية شخص ضحك عليكم، اداكم وعود كاذبة، ضيع وقتكم. فشوية انتوا متضايقين جامد قوي. يعني يمكن كمان لبعضكم كنتوا مع الشخص ده في زواج واكتشفتوا خيانة، او كنتوا مدين ثقة عمياء للشخص ده. ممكن تكونوا اكتشفتوا مثلا انه اتجوز او عرف حد عليكم، او حتى كان يعرف حد من قبلكم وكان مخبي عليكم حاجة زي دي. ف نوعا ما انتوا شايفين ان انتوا اتغدر بيكم. بالظبط، في هنا طاقة طرف تالت اهو، وطاقته هو كمان انه بيعمل مقارنة ما بينك وما بين الطرف التالت ده. ف بصراحة الله يكون في عونك يا برج السرطان. يعني من الواضح ان انت يعني ده كان اخر شخص انت ممكن تشك فيه، وهو اول حد خذلك وخانك وضحك عليك. يعني فبشوفك بتمر بوقت صعب قوي يعني، وممكن تكون شايف ان الشخص ده مبسوط مع الطرف الاخر وعايش حياته. على قد ما انت جواك ألم بتحس بيه، لكن برضو انت مش عارف تبطل تحب الشخص ده على الرغم من كل الأذى اللي هو تسبب فيه. لكن انت برضو زعلان منه كل حاجة، بس مش عارف تكرهه، لسه بتحبه. ولكن انت زعلان من اللي حصل، وزعلان ان انت كل ده يعني كل ده كان بيحصل من ورا ظهرك وانت نايم ولا على بالك. يعني فخلينا نشوف طيب الدنيا ما بينكم رايحة لفين. بس من الواضح ان انت كان في حاجات كتير بتحصل من ورا ظهرك. هو عارف ان انت بتفكر فيه وان انت مش عارف تنساه، هو متأكد من حاجة زي دي، ويعني في تخاطر متبادل ما بينكم، او على الاقل في تخاطر بيوصلوا من ناحيتك. تخاطر تكون انت بترسله له، يعني التخاطر ده بيوصلوا. قد تكونوا لبعضكم اتخانقتوا خناقة كبيرة، او في صراع قوي يعني ما بينك وما بينه. فانا شايف ان ممكن يكون مثلا الانفصال ده جديد، او حاجة، او اكتشافك للخيانة ده لسه حاصل جديد. ده العدد كبير منكم. كمان لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيقلب الترابيزة عليك. يعني ممكن يكون اتهمك ان انت كمان خنته، حتى لو ده ما حصلش. ممكن يكون حواليك معجبين كتار، ناس بتحاول تقرب منك وانت مش مديلهم اهتمام، لكن هو بيحاول يلاقي اي خيط بحيث يقلب الترابيز عليك ويبينك انه انت اللي غلطان، انت اللي بدأت، انت اللي خنته، انت اللي بتقارن ما بينه وما بين حد تاني.
فنوعا ما بشوفه بيحاول يكون جاف معاك في التعامل، وبيحاول يقلب الترابيزة عليك. ففي شوية حب طبعا من ناحيته تجاهك، لكن هو ما بيعبرش، ودايما انت بتلاقيه ان هو بيعبر عن الحب للآخرين وما بيقولكش انت. يعني ممكن مثلا لو انت بتراقبه على السوشيال ميديا تلاقيه بيكتب كومنتس كويسة للناس اللي عنده، بيغازل مثلا اشخاص تانيين، ويجي عندك انت يصدر لك مثلا الوش الخشب. فممكن تكون انت لاحظت ده. يعني هو انا مش متأكد بالظبط هل ده شخص نرجسي ولا لا، ولكن ممكن لكتير منكم يكون شخص نرجسي او حتى سايكوباتي لكتير منكم، يعني ده واضح هنا. فانا بشوف ان هو ناوي ياخد موقف، يعني هو اللي زعلان، يعني انت اللي زعلان، ولكن بدل ما يصالحك وعايز ياخد موقف منك، وناوي يبعد لفترة، يقعد لوحده وما ياخدش اي خطوة تجاهك يعني. وبشوف ان هو مكمل مع الطرف الثالث. ما اقدرش اقولك بالظبط انه ناسيك، ولكن ركنك، سوري، على دكة الاحتياط سنة سنتين تلاتة ايا كان. ناوي انه مش هيقفل الباب الا لو انت بقى قفلت الباب، لكن هو مثلا مش هيعملك بلوك ولا اي حاجة. هو ناوي بس يسيب الامور كده متعلقة، او يحطك كده اديك موجود على السوشيال ميديا، او اهو مسايف رقمك وخلاص، لكن مفيش مثلا تواصل ما بينكم. وقت ما يحب يبقى يجي يكلمك بقى، فده اللي هو عايز يعمله. فانت نصيحتك ان انت بقى تحاربه بنفس سلاحه، سلاحه التجاهل، سلاحه البرود، سلاحه قلب الترابيزة. انت تعامل معاه بنفس الاسلوب، شوف اسلحته ايه وحاربه بنفس اسلحته. ده لو انت بقى عندك نفس طويل واستعداد للحرب يعني، فهمني. بصراحة دي نصيحة اللي ظاهرة من خلال كروت التارو. ولكن خليني برضو أشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. بيقولك خليك متسع الأفق، توأمك طباعه مختلفة عن طباعك، وإنت محتاج تتقبل الاختلاف ده. ويطلع لك هنا نيو لوف، في شخص جديد هيدخل على حياتك للحب والزواج. طب خليني اشوف كده، لو انت منتظر شخص جديد او حتى العزاب منكم، في حد جديد من المتوقع يدخل على حياتكم خلال الفترة دي؟ خلينا نشوف. لا، خصوصا المنفصلين. طب خلينا نتأكد كده ونشوف العزاب، في حد جديد جاي على حياتكم؟ ممكن الشخص اللي هيجي على حياتكم ده في احتمالين. اول احتمال انه يكون لسه خارج من علاقة، تاني احتمال يكون شخص جاي من سفر هيطلب منك زواج رسمي. ممكن كمان الشخص ده يعرض عليك ان انت تكون في علاقة ثلاثية، فاحترس من هذا الشيء برضو بنسبة كبيرة يعني. طيب حط شخص في بالك وخليني اخد لك مسج منه ونشوف الشخص ده عاوز يقول لكم ايه. بيقول لكم ان هو شايفكم المصير، ممكن ما يكونش ليكم فرصة مع بعض دلوقتي، لكن القدر قد يشاء انه يجمع ما بينكم ويكون في فرصة ما بينكم يوما ما، اجل غير مسمى بقى، مش وقت محدد بالظبط. وعلشان كده هو لسه محتفظ بيك على أمل إنه يوما ما ممكن القدر يشاء ويجمع ما بينكم مرة تانية. أنا عارف إن القراءة دي ممكن تكون صعبة على كتير منكم، بس أنا لازم أقول لكم الحقيقة علشان تعرفوا هتعملوا إيه وهتتصرفوا إزاي. خليني برضو أخد لكم مسج من الأنجل أنسرز، أشوف هم كمان هينصحوكم بإيه. إذا كنت تؤمن و opportunity جاي لك فرصة أو فلوس يعني.
في القراءة هنا برج الحوت، برج الميزان، الحمل، العقرب، السرطان زيكم، العذراء، الجوزاء، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فده كان بالنسبة لكم يا برج السرطان. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.